لما تجي تشوف انت اللاعب السعودي هنا في السعوديه يلعب في الهلال ولا في الاهلي ولا في الاتحاد ولا في النصر ولا في الشباب، اللاعب في السنه كم ياخذ؟ صحيح في السنه مبلغ عالي، مبلغ عالي. صحيح. كيف يقول لك انا هروح على اوروبا، روح الاحتراف، انا عندي الاحتراف هنا. وتقدر شوف، هي اليوم لما يكون عندك مشروع، المشروع هذا اليوم لما اجي الواحد زي سعود لما عبد الحميد على سبيل المثال، حلو، مليون بالميه لما تجلس مع سعود ويفكر سعود ما راح يقول لك لا. صحيح هو ياخذ، لكن اليوم انت الموهبه هي اللي تقودك للاحتراف، مش بس يعني في لعيبه عندنا كابتن ياخذون مبالغ ماليه سعود كبيره، يلعب في اي مكان في اوروبا في الوقت الراهن، في الوقت الراهن بالمستوى هذا وبالاداء بتاعه تكتيكيا بدنيا يقدر يلعب في اي مكان في اوروبا. احسنت.